مدرسة؟ اه في سنين طبعا، سنان عليك ولو عدى حد يعور طبعا. والله؟ والله جرب. ممكن يكون خرج من الشبابيك دي؟ لا ما خرجش، ما طلعش، ما طلعش فوق، ما طلعش خالص. ماشي مش هعرف بس اطلع فوق، مش هعرف اطلع فوق. سيبها بس ممكن يكون تحت. هي خلاص يا ورد، اهم حاجه انت ما طلعتش من هنا، يعني هو اكيد هو دوب. الله يبارك. شد يا حسين. تعالى تمام يا ابو. تعالى يا جماعه. ما تخافش يا عم، طول يا رجاله، تعمل غير سام اسمه ارقم صحراوي. غير سام ما حدش يقبل، ما حدش يقبل. قطع عصايه معاك كده صغيره، قطع عصايه صغيره، قطع عصايه صغيره عشان ما يعرفنيش، بس عشان هو عضته مش تضر ولا حاجه، بس عضته ممكن تعمل بكتيريا في الايد. شوف انا صغير من عندك. ماشي ماشي. ما تحطه في شنطه يا باشا. لا اصبر بقى، خليه يسيبه براحته. هو عارف شغله. ماشي ماشي، محدش بيخاف ولا ايه؟ هو خليكم بره. بص لا بص، انا مش عايز اشد عشان خاطر ما اقطعش. تمام، فانا هعمل ايه اسمع. بص يا كشفت دي عليا؟ لا لا، ولو شدتها لا ما تشدهاش، ما تشدهاش. مين؟ مستر وائل. قريبها طيب؟ لا تعرف تقلبها كده؟ قريبها كده عليا. لا لا اسمع بس. ماشي يا باشا، خلي بالك يا هندسه والنبي. خلي بالك يا باشا. هو اصلا هو ايه؟ متر ونص. طب هو في سنان هندسه؟ في سنان طبعا، سنان عليك ولو عدى حد يعور طبعا. والله؟ والله جرب دوس بس على الاوتو فوكس بتاع الدوش. على ايه؟ دوس على الشاشه نفسها مكان السنان كده وانت تشوفها. دوس على الشاشه نفسها. ايوه 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 باينه. ايه باينه؟ خلاص يا ريس. الموضوع بتاعتك؟ لا خلاص بقى، دي تبعنا احنا مش تبعكم. لا ده احنا لنا نص فيه. ايوه بص رايح. ماشي ماشي يا ريس، ماشي يا ريس. وانا منطقه صحراويه. تمام؟ النوع ده غير سائل الحمد لله. تمام؟ جه عندكم ازاي؟ اول حاجه انتوا حوالينكم البال. تمام؟ فهو دخل بالغلط. يعني دي مش مكانه. هو جاي تايه. دخل هنا بالغلط. جاي تايه. تمام؟ ماشي. في حوالينكم جنينه.
احنا هنديها لفه كده هندسه، هنبص بصه كده يعني. كلها انا عندك. بص شجر هندسه دي واحده كده هنديها لفه هندسه. هنا مش هنا. ماشي انا عايز اقرب كمان. هندسه هنديها بس دي واحده كده تشيك كده على المدرسه عشان في شغل تاني. ماشي.